سير عصام اشيري هو ولا يبدلوا لنا السعادي حنا كنخرجوا مع الصباح الحمد لله عندنا الكوري كتخرج طيب لك الدار الحاله ما عمر غطيب لك الدار هذا الشيء قايله بين حنا من هاد الحكومه وهاد العثماني هذا يرجع لينا الساعه تاعنا كما كانت باش حنا مولفين شحال وحنا تنقراو دابا مولفين ديك الساعه وانت تجي تخيرانينا حنا بقالينا عام اللي بقالينا في الليسي بينا نشدو الباك تاعنا ونقبضوه ان شاء الله ونمشيو حتى حنا ندبروا على راسنا نخدموا حشومه عليك هاد الشيء راه الدراري راه حنا راه تنديروا مظاهره حنا ما تندابزو ما والو حنا تندويو على حقنا حنا تندويو على حقنا هذاك الشيء سلمي حنا راه دابا بينا هادو راه ثلاث حصص دابا ثلاث ايام حنا ما تندخلوش ثلاث ايام دابا ما تندخلوش ضيعتو لينا الدروس تاعنا حشومه عليكم انا العثماني اليوم انا اليوم جينا نهضروا على الساعه اللي دينا العثماني على جاتنا شي هذيك هو كيتخرج 4% تاع الاقتصاد وحنا ضروري مستفيدين ما كيخرجوا معالين 7.5 يلاه ربا خي كيكون ظلام والله تلاقي كيخرجوا فيه لما خدمنا في البروجي كيتعرضوا والناس كيتعرضوا للسرقه الاقتصاد جاو تيضحكوا هنا قال لك السفاره شادينا السفاره والو كيستحمروا الشعب كما كنقولوا تيجينا نهضروا اليوم كما زادونا الساعه اليوم وبغونا نفتحوا عليها مؤتمر اخر غيكون حوايج اخرين الشعب المغربي ما يسكتش الشعب المغربي كنقول ليه ماشي عبيد ماشي عبيد غنديروها حنايا راه كنهضروا وواعيين الشعب المغربي غيقرر ومن اليوم اي حاجه ما عجبتش كنبقاو نوضوا وماشي غلا الساعه